طويل جدا وكان عايز وقت اكتر عشان دخلنا في اللجنه متاخر. ده حقيقه عشان الوقت كان دخلنا 9:30 فالمحكم محتاج حل طويل. اجراءات التفتيش هي اللي اخرت شويه. الامتحان كان حلو بس عايز وقت شويه. التاخير اللي هو كان طويل وعايز محتاج وقت. يعني احنا ما لحقناش نراجع ولا كمان التعبير اخد وقته كفايه. التفتيش ده وشونا بالتفتيش ليه بقى؟ كل شويه جينا مراقبين وتفتيشين. اول حاجه يفضلوا يفتشونا وقومي لا تدوري مش عارفه ايه زائد اللي احنا اصلا فتشنا واحنا داخلين الصبح.